منع محمد التركي من دخول حفل دنيا بطمة. تداولت حسابات مهتمة بأخبار المشاهير على موقع التواصل الاجتماعي فيديو المنتج البحريني محمد التركي أثناء محاولة دخوله حفلا غنائيا لزوجته الفنانة دنيا بطمة، ولكن الحرس الخاص بالحفل منعه من الدخول. وكان محمد التركي قد أعلن انفصاله عن زوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة، مؤكدا أن أشخاصا مقربين كانوا السبب في الانفصال. وظهر محمد التركي في الفيديو برفقة شخص يحمل وردا، أشار المتابعون إلى أنه كان ينوي إهداءه إلى دنيا بطمة ليصالحها به، لكن الحرس منعه من الدخول وباءت كل محاولته في الدخول بالفشل. وأكد متابعون أن طريقة الحرس في المنع تدل أنهم يمنعونه بأمر من دنيا بطمة. وكشف محمد التركي مؤخرا سبب انفصاله عن زوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة، وأوضح التركي خلال تسجيل صوتي نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وتداولته حسابات مهتمة بأخبار المشاهير أن زواجه من دنيا استمر لعشر سنوات تجاوز خلالها العديد من العقبات والمشاكل بمساندة بعضهما البعض دون الالتفات إلى أي أحد يريد الوقيعة بينهما، لكن هذه المرة أتت من أشخاص مقربين جدا، لذلك كانت أصعب وأقوى مما حدث من قبل بحسب قوله. ونفى المنتج البحريني الأخبار التي تم تداولها عقب انتشار خبر الانفصال، وهي أن الطلاق تم بعد اكتشاف الفنانة المغربية خيانة محمد التركي. بعد اكتشاف الفنانة المغربية خيانة محمد التركي لها، مؤكدا أنه لم ولن يقوم بمثل هذا الفعل، لأنه يضع مخافة الله نصب عينيه ويخشى في كل أفعاله ويخاف الوقوع في المعصية، لذلك فالخيانة ليست موجودة في قاموسه على حد قول. ومؤخرا تقدم محمد التركي بالاعتذار إلى زوجته دنيا بطمة من خلال منشور كتبه عبر خاصية ستوري على حسابه الشخصي على سناب شات. وكتب التركي في اعتذاره: من شيء من رجال الاعتذار، حتى لو لم تكن غلطان، فأنا من هذا المنبر أعتذر لملكتي وأقول لها لا يوجد بنت تزعل من أبوها، ولا توجد حبيبة تقدر ألا تسامح حبيبها، ولا يوجد زوجة تستطيع أن تنسى العشرة، ولا يوجد أم تستطيع أن تنسى ابنها. فأنت ابنتي وصديقتي وزوجتي وأنا ابنك، أنت من وقفت معي في أصعب مراحل حياتي، وأنا كنت سندا لك ولا أستطيع أن أنسى. ولكن من الواضح أن الفنانة دنيا بطمة لم تقبل اعتذار محمد التركي. عزيزي المشاهد، لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع أجمل ورائي تحياتي وتحيات أصل الثقافة ومعلومة. تابعونا.